ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة دارين كروشيه. هنشتغل مع بعض النهاردة المفرش الصغنن ده، أو ممكن نقول عليه كوستر للكوبايات على حسب استخدامك. هو صغير زي ما انتوا شايفين، يعني قد كف الإيد اهو. استخدمت خيط أليزي ديفا لون بامبي، وخيط وإبرة رقم 2. إبرة سيليكون رقم 2، طبعا مقص و إبرة تنظيف. المفرش سهل وبسيط قوي قوي، يعني مش هياخد منكم نص ساعة وتخلصوه. المفرش ده بالتعاون، او الفيديو ده بالتعاون مع قنوات تانية، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. كل واحدة عاملة مفرش شكل طبعا بسرعة، وبواقي خيوط برضو على اساس يبقى فيه اختيارات متنوعة. اتمنى يعجبكم. يلا نبدأ. بسم الله، هبدأ اعمل عقدة البداية. عشر سلاسل. بعد ما ارتفعت العشر سلاسل، هدخل في اول سلسلة اعمل منزلق وارتفع سلسلة، وهدخل جوه الدايرة اللي انا شكلتها دي اعمل 20 حشو. 1 2 3 20. خلصت 20 حشوة، هدخل في أول غرزة خالص أعمل منزلق، ارتفع سلسلة، وفي نفس الغرزة أعمل حشو. السلسلة دي ارتفاع فقط، نفس الغرزة أعمل حشو، وفي كل غرزة أعمل 1 حشو. هيبقى عندي برضو نهاية الدور 20 حشو. خلصت 20 حشو هعمل منزلقة. وبعد كده ارتفع 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ال10 دول ده اشتغل فيهم رقم 11 سلسلة ارتفاع. هدخل في تاني سلسلة هعمل 2 حشو. السلسلة اللي بعدها 2 حشو. اللي بعدها 2 حشو. واشتغل في كل سلسلة 2 حشو وارجع لكم. خلصت 20 حشو على 10 سلاسل. هدخل في الحشو اللي جاي ده اعمل منزلقة. سلسلة وألف الشغل. وفي الحلقة اللي هي مواجهة ليا الأمامية دي اشتغل حشو في كل غرزة. عندي 20 حشو. أول غرزة بس هتبقى صعبة شوية. الغرزة اللي هي حشو في الحلقة الأمامية المواجهة ليا. اتنين تلاتة. شايفين انا بعملها ازاي؟ انا عندي حلقتين اهي، بدخل كده من ورا على الحلقة اللي ورا كده، اسحب الخيط واعمل حشو. اخلص حشو على الغرز كلها وارجع لكم. بعد ما وصلت لاخر غرزة ارتفع 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. الف الشغل واروح لاول لاخر حشو عندي كده، يعني اسيب 1 2 3 4 5 سلاسل واروح للحشو على طول الحلقة الخلفية واشتغل حشو.
تمام. بعد كده هروح برضو كل غرزة واشتغل فيها حشو في الحلقة الخلفية. هوريكوا ازاي. هذا الاتنين لوب بتوع الحشو هروح ما بينهم كده على ورق، اسحب الخيط اكمل حشو تاني. الاتنين لوب بتوع الحلقة هدخل ما بينهم على ورا، اسحب واكمل حشو. هخلص ال20 حشو وارجع لكم. خلصت ال20 حشو هروح للغرزة اللي في الدايرة، بقى ارجع للدايرة تاني. الغرزة الجاية اعمل منزلقة اللي بعديها منزلقة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. واروح لأول سلسلة اعمل فيها منزلقة، أول سلسلة من 5 سلاسل اهو، 1 2 3 4 5 اهي، اعمل فيها منزلقة. بعد كده منزلقة في الغرزة الجاية، بعد كده هبدأ اكرر تاني. هروح الغرزة دي هعمل، الغرزة الجاية دي هعمل منزلقة، هرتفع 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلف الشغل كده، وهنا عندي 1 2 3 4 5. الغرزة رقم 5 هدخل اعمل فيها منزلقة وألف الشغل تاني، ارتفع سلسلة وهدخل بقى في كل غرزة اعمل 2 حشو، كل غرزة كل سلسلة يعني من السلاسل اللي ارتفعتها. احنا بس هنا مجرد بنعمل منزلقة عشان يمسك الشغل كتير. هعمل 2 حشو كل سلسلة، ادا 1 2 3 4. هشتغل حشو 2 حشو في كل سلسلة وارجع لها. بعد ما خلصت ال20 حشو هعمل منزلقة في نفس الغرزة اللي انا كنت طالعة منها بالسلاسل، ارتفع سلسلة، الف الشغل، وهعمل حشو في كل غرزة في الحلقة المواجهة ليا. حلقة المعجرية اتأكد بس ان انا داخلة في اول حشو فعلا. تاني الغرزة اللي بعدها نفس شغل التانية، بس الفكرة ان احنا عملنا منزلقة عشان نمسكهم في بعض. هشتغل حشو في الحلقة الأمامية المواجهة ليا وارجع لكم. بعد ما خلصت الحشو هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. ألف الشغل، أروح للحلقة الخلفية في أول حشو وأشتغل حشو، وأروح لكل حلقة خلفية في كل غرزة واشتغل حشو. برضو هنهي الدور وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت هدخل اعمل منزلقة في الحشو الاساسي بتاع الدايرة بتاعتنا، منزلقة الغرزة الجاية، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. منزلقة في أول سلسلة، منزلقة في نفس الغرزة اللي أنا طلعت فيها ال5 سلاسل، منزلقة الغرزة الجاية،
ومنزلق الغرزة اللي بعدها 10 سلاسل، ألف الشغل كده، هدخل في الغرزة رقم 5، 1 2 3 4 5، ارتفع سلسلة، ألف الشغل واشتغل 2 حشو في كل سلسلة، نفس شغل اللي فاتت دي، نفس شغل دي هكرره مع دي واللي جاية وارجع لك. خلصت كده 4 تكرارات، 1 2 3 4، هعمل رقم 5، هرتفع زي ما اتفقنا 10 سلاسل، 4 5 6 7 8 9 10، وألف في 5 حشو من تحت، ده 1 أعمل منزلقة، سلسلة، وألف الشغل تاني، 2 حشو في كل سلسلة. بعد ما خلصت 20 حشو هدخل اعمل منزلقة، سلسلة، ارتفع، وبرضو اعمل 20 حشو في الحلقة المواجهة ليا واخلص وارجع لكم. خلصت 20 حشو، ارتفع 5 سلاسل، الف في الشغل واشتغل برضو حشو في الحلقة الخلفية، بس هعمل المرة دي 15 حشو وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت 15 حشو محتاجة ان انا اوصل اول واحدة عندي، هدخل فيها بمنزلقة، وابدأ ان انا اشتغل حشو الحلقة في 5 غرز جايين في الحلقة الخلفية. انا تنيت الشغل على ورق كده، تلاتة أربعة خمسة، بعد كده أدخل بمنزلقة، في اللي هو الدايرة الأساسية اللي فيها منزلقة، الغرزة الجاية انتبه بس عشان ما تخرش في الشغل نفسه، منزلقة، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، منزلقة في أول سلسلة، منزلقة في نفس الغرزة، سلسلة، هقص الخيط، طبعا هخيط وداري شكل معايا كده لحد دلوقتي. بعد ما خلصت القطعة بتاعتي وده شكلها اهو، هعمل ايه؟ هجيب الخيط واعمل عقدة الداية، وارتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تمام. بعد 11 سلسلة هاجي هنا في اي بتلة من دولت واعد 8 غرز، ماليش دعوة بالسلاسل، ده 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 دي ادخل اعمل فيها منزلقة، ارتفع سلسلة،
ألف الشغل كده وهدخل في كل سلسلة من 11، من هما بقى 10 سلاسل عشان دخلت منزلقة، عندي 10 سلاسل أدخل في كل واحدة أعمل 2 حشو عشان يبقى عندي 20 حشو في نهاية الدور. 1 2 3 4 5 7 20 كده خلصت 20 حشو، ارتفع 3 سلاسل 1 2 3 ألف الشغل وفي الحلقة الخلفية فقط للغرزة أدخل أعمل عمود بلفة. الحلقة الخلفية الغرزة الجاية عمود بلف. الحلقة الخلفية الغرزة اللي بعدها عمود بلف. هشتغل لغاية نهاية الدور كل حلقة أو كل غرزة أعمل عمود بلفة الحلقة الخلفية وأرجع لكم. بعد ما خلصت 20 عمود بلفة هرتفع 11 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 أروح لـ5 سلاسل دولت أدخل كده أعمل منزلقة أدخل في الفراغ. الفراغ ده كده أعمل منزلق تمام سلسلة ألف الشغل وفي كل سلسلة أعمل 2 حشو هيبقى عندي في النهاية 20 حشو أخلصهم وأرجع لك. بعد ما خلصت 20 حشو ارتفع 3 سلاسل وبعد كده في كل غرزة أعمل في الحلقة الخلفية عمود بلف. يكون عندي 20 عمود بلفة في النهاية أخلصهم برضو وأرجع لكم. بعد ما خلصت 19 عمود ارتفع تاني 11 سلسلة 3 4 5 6 7